بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. الزهرة الثانية من بستان القديسات. القديسة أجنس ولدت هذه الطباوية في روما في أواخر القرن الثالث من أبوين مسيحيين تقيين شريفين، ولما تجاوزت من العمر عامها الثاني عشر اتجهت بكل قلبها وأشواقها لتحيا مكرسة في بتولية طاهرة، وقد كانت على جانب كبير من الجمال، لذلك تعلق بها شاب يدعى بروكوبيوس، وكان أبوه حاكم مدينة روما، فعزم على الزواج بها، فوافقه أبوه على ذلك وطلب الفتاة من أبويها، وعندما أراد الشاب أن يكلمها رجعت إلى الخلف كما لو أبصرت حية وقالت له: ابعد عني يا حجر العصرة، أنا لا يمكنني أن أنكس عهدي وأخون عريس الإلهي الذي لا أحيا إلا بحبه، ورفضت ما يقدمه لها من هدايا. وكشاب وثني لم يفهم بروكوبيوس حقيقة كلامها وظن أنها تحب شخصا غيره، ومن شدة تعلقه بالفتاة وإزاء رفضها له مريضة، فقلق عليه والده واستدعى أجنس وفاتحها في الأمر، لكنها شرحت له في أدب نذر بتوليتها، ولكنه لم يستطع أن يفهم كلامها، إلى أن أفهمه أحد الحاضرين أن الفتاة مسيحية ولا تريد أن تتزوج، وما أن تأكد حاكم روما من رغبتها حتى خيرها بين أمرين: إما أن تعبد الآلهة الوثنية وتتزوج ابنه، وإما أن تعذب حتى الموت. وأعطاها مهلة للتفكير حتى اليوم التالي لتعطيه جوابا، لكن الفتاة أجنس البرة رفضت هذه المهلة للتفكير وقالت له في رسوخ أن الأمر لا يحتاج إلى التفكير لأنها قد انتهت من اختيار الطريق. كانت إجابتها هي بداية آلامها، لكن ما أقوى عذار مسيحيتنا التي قهرن القوات غير المنظورة، فلم يكن انتصارهن على اللحم والدم بل على رئيس هذا العالم وسلطان هذا الدهر. فكانت أجنس أصغر سنا لكن أعظم فضيلة تعظم انتصارها وتثبت يقينها. أتى بها الحاكم وأمر أن تقيد بالأغلال الحديدية وسحبوها إلى هيكل الأوثان لتسجد لها، أما هي فرسمت ذاتها بعلامة إشارة الصليب ولم تنظر نحو الأصنام، ولما فشل في إرهابها هددها بإرسالها إلى أحد بيوت الفساد. أما هي فقالت له: أنا لا أخاف بيت الفساد لأن معي ملاكا يحفظني من كل سوء. شرع الجند يعرونها من ثيابها وهم يدخلونها ذلك البيت، لكن شعرها غطى كل جسدها بطريقة معجزية حتى تعجب الجميع، وما إن دخلت ذلك البيت حتى أضاء نورا من السماء فتعزت وشكرت الرب. حاول بروكوبيوس ابن حاكم روما الذي كان يود أن يتزوجها أن يدخل هذا البيت الرديء ليفسد طهارتها، لكن حينما اقترب منها ضربه ملاك الرب فخر ميتا، وما إن رأى الحاضرون ذلك حتى هربوا. عندئذ طلب منها الحاكم أن تصلي من أجل إقامة ابنه، وبالفعل انسكبت أجنس أمام الحضرة الإلهية، فقام الشاب وهو يصيح: ليس إله حق إلا الذي يعبده المسيحيون. فانتشر خبر هذه المعجزة في كل روما، لكن كهنة الأوثان هيجوا الناس وقالوا لتمت أجنس الساحرة. أما الحاكم والد بروكوبيوس فجبنا إزاء صخب الناس وترك الأمر لوكيله، وهذا استحضر أجنس وأمر أن تلقى في النار، لكن النار لم تؤذيها بل شهدت وسطها واقفة تصلي، فلما رأى ذلك أمر بقطع رأسها بالسيف، وعندما اقترب منها جندي لينفذ الحكم ارتعد وتراجع كما لو كان هو المحكوم عليه بالموت. أما هي فشجعته وقالت له: هلم اقتل هذا الجسد. وكان استشهادها في الاضطهاد الذي أثاره دقلديانوس، وكان لها من العمر 12 أو 13 عاما. وفي اليوم الثامن لاستشهادها تراءت في حلم لوالديها ومعها زمرة من الفتاة الصغيرات ومعها أيضا حمل أشد بياضا من الثلج، وقالت لهما: ألا كف عن الحزن لموتي وإفرحة لأني ظفرت بالإكليل. وكان لقصة استشهادها أثر كبير في الأوساط المسيحية في القرون الأولى، ومدحها القديسون إمبروسيوس وأغسطينوس وجيروم. إننا نمدح القديسة أجنس الشهيدة بلسان القديس إمبروسيوس الذي قال إن اسمها يستحق
كل مديح وتطويب، إذ أنها تحمل من سمات البشر الاسم فقط، لكنها تحمل في أعماقها سمات الشهداء، فكانت لها ما أرادت أن تكونه. لقد صار اسم العذراء أجنس هو عنوان حشمتها التي يمتدحها لأجلها الجميع، ولأجل احتمالها الاستشهاد وهي في سن 12 سنة، وذاقت العذاب والأتعاب من المضطهدين الذين لم يشفقوا على صغار سنها ولم يرحموا جسدها الغط، لكنها صغيرة سنا وقليلة جسدا، بينما عظيمة حقا وكبيرة بالإيمان. لم تكن تعرف شيئا عن الموت، لكنها تهيأت له مستعدة لفتح ذراعيها للمسيح عند نيران التقدمة. تقيدت بالحديد، لكن ما استطاع أي قيد أن يعوق أطرافها الرقيقة من الانطلاق للأبدية. أسرعت الخطى نحو حفل عرسها الذي اختارته وتمسكت به بروح الصلاة دائمة. لم تكن عروسة بلا تاج، لكنها صارت هي تاج مجد على رأس الكنيسة مرصع بالدموع والألم. لم تتزين بقلائد العرس الزمني، فتقلدت قلادة الشهداء الحمراء المخضبة بالدم في ساحة عرس استشهادها. لم تزين رأسها بالشعر المصفوف المنمق بل بالمسيح. بكى الجميع في عرسها وبقيت هي وحدها بلا دموع. حزن الجميع لفراقها بينما تهللت وفرحت في يوم عرسها المزين بالمجد الأبدي. قدمت بحياتها القليلة العمر مثالا لمحبة الله والإيمان به في وقت لم تستطع وهي صغيرة السن أن تقنع الآخرين بالكلام. تعجب الجميع أنها ضحت هكذا بحياتها التي لم تكن قد استمتعت بها بعد، وها هي تقدمها كأنها بها قد شبعت من أيامها. حملت شهادة لله بلسانها وحياتها وهي لا تعرف بعد أن تتكلم. إنما يفوق الطبيعة مصدره خالق الطبيعة ذاته، الذي أعطى البر أجنس أن تختاره هو، لأنه اختارها لنفسه أولا، وهو الذي سيستقبلها. لقد أرادت أن تحيا حياة ملائكية وأن تلبس المسيح وتقتدي به كعطية اختيارية وتطوعية في اتحاد بالعريس السماوي واتصال قريب به. يفوق ناموس الطبيعة بالانتصار على اللذة كأعظم اللذات. اختارت أن تكون هيكل الله لتربح مجدا سماويا، ومجدت الطبيعة في منافسة عجيبة للملائكة العديمية الأجساد، تدفع عشقا بعشق مستبدلة العرس الزمني بالعرس الأبدي لتطفئ نار الأرض بماء السماء الحي. ووجدت لنفسها عريسا حقيقيا في السماء، فمن ذا الذي يعصر على هذا الكنز المخبأ ويتركه؟ اسمه دهن مهراق، لذا أحبته العذارى. وإن كانت أجنس الصامتة لا تتكلم بسبب حبها لفضيلة الصمت، فإن بتوليتها تتحدث عن نفسها وأنها بالحري هي التي جعلتها وصنعتها شهيدة. بركة صلاتها تكون معنا، أمين.